السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد المشكل اللي طاري بزاف ديال المربين ديال الارانب، وهو قلة الانتاج. وهو يعني احنا كنقولوا اما غادي يكون الديفو من النتوى او يكون الديفو من الذكر. كنبقاو نبدلوا النتوى، كنبقاو نبدلوا الذكر، كنقولوا يعني راه كاين واحد المشكل. المشكل الاساسي ماشي من النتوى، ماشي من الذكر. المشكل ان الا ما عطيتهمش واحد النوع من الفيتامينات راه كيوليو ما كيعطيوش الانتاج، واخا كيكون التلقيح في البدايه ما كيكونش التلقيح، ولكن من بعد كيولي الذكر حتى هو ما كيبغيش كاع يلقح لانه ما خداش واحد النوع خاص من الفيتامينات. هاد الفيتامينات هو اللي بغيت نهضر عليه في هاد الحلقه هادي. وفي الحقيقه هاد الحلقه راه هي حصريه، ويعني من لابد ما الداع في هاد الايام، لان لي كومونتير كيجيوني بزاف كيقولوا بلي ما الانتاج قل عندهم، كاع الناس الانتاج قل عندهم، ما بقاش عندهم يعني الخلفات، يعني النتوات ما كيولدوا لهمش. اذا هاد الفيتامين اسمه هو، وهو هانتوما كما كتشوفوا معايا سوبر لاير. هذا عباره عن اوكسيتيت سيكلين، يعني انا ما عنديش درايه بهاد يعني الفيتامينات اللي مكتوبين هنايا، ولكن على حكم التجربه ديالي هذا ما كاتبين فيه فيتامينات، ودايرين فيه بزاف ديال الفيتامينات، في فيتامين ا دي 3 4، المهم كاتبين بزاف ديال الفيتامينات هما هنا، ودايرين كيفيه الاستعمال. انا هاد الفيتامين راني شرحت هاد الحاله لواحد البيطاري، هو اللي عطاه لي هاد الفيتامين. راه مهم ومهم بزاف بالنسبه احنا كنقولوا الانتاج، يعني اللي ما عندوش الانتاج وبغى القنينات ديالو يولدوا، راه هاد البيطاري نصحني بهاد الفيتامين، لان هو طبيب بيطري في الحقيقة، واحد الصديق ديالي هو اللي نصحني بهاد الفيتامين. قال لي إلا قل عندك الإنتاج وما بقاوش كيولدوا عندك النتوات، أعطي هاد الفيتامين للذكر والنتوة بجوج، يعني كديروا لهم في الماء وفي الماكلة بجوج. إذا كيفية الاستعمال وهي كالتالي، أنتوما هو أولا كيتعطى ماشي غير القنين، راه كيتعطى الدواجن والماشيه، كاع كلشي كيتعطى لهم هاد الفيتامين. عقلوا على السميه ديالو، سوبر لاير. الثمن ديالو 25 درهم. ها هو هنايا كاتب لي كيفيه الاستعمال، كاين معلقه في نص لتر من الماء، ومعلقه كديرها لهم مع الماكله مع الاكل، يعني هادشي لمده 5 ايام. يعني معلقه ديال هو عباره عن غبره بودره، انتم كما كتشوفوا واحد البودره كديرها لهم في يعني معلقه مع نصف لتر ديال الماء، معلقه مع نصف لتر ديال الماء، ومعلقه مع الماكله. يعني ممكن انكم تخلطوه لهم مع النخاله وتلونوا لهم بواحد الماء دافئ وتعطيه لهم. راه هاد يعني الفيتامين راه يعني شي حاجه ان شاء الله اللي غادي تفيدكم، وغادي تفيدكم بزاف. اذا الثمن ديالو قلنا وهو 25 درهم. كيفيه الاستعمال احنا هضرنا عليها، ملعقه في نص يطرو ديال الماء، وكتبقى تعطيوهم كاملين، وهو كيتعطى لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى، بجوجهم كيتعطى لهم هاد سوبر لاير. هذا فيتامين ماشي فيتامين غير ديال الحيويه والنشاط، وانما الفيتامين ديال باش يسخن الذكر، وكينسخن النتوه، كتولي ديك الهرمونات ديالها كيتزادوا عند النتوه، والذكر كذلك كيتزادوا الهرمونات وكيسخن، وممكن انه يبقى يلقح بدون توقف ان شاء الله. والنتوات كذلك، النتوات اللي فيهم مشكل حتى هما ممكن انهم يتصلحوا بهاد الفيتامين. وكما كتلاحظوا راني حطيت لهم نصحني بالسيكاليم، ولكن السيكاليم ماشي ديال
ديال الحليب وانما ديال التسمين. في البدايه قال لي يدير لهم الفيتامين ديال التسمين. دابا كما كتشوفوا هذا راه فيتامين خاص بالتسمين. غادي ندير هذا الفيتامين ان شاء الله، وغادي نرد عليكم في التعاليق ديالكم، وغادي نشوفوا مع بعضياتنا واش هذا الفيتامين صالح. هو قال لي راه صالح 100%، ولكن حنا غادي نجربوه مع بعضياتنا ان شاء الله ونشوفوا النتيجه ان شاء الله. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.